بلا طعمه. إنه الوزير جبران باسيل يصنف الناس ويوزع عليهم الشهادات، كما ينشر يافطات تمجده كسلطان يشكره الشعب. لكن هذه اليافطات يبدو أنها لا تفي بالغرض الانتخابي لباسيل، وهو أمر تعبر عنه هذه العينة من أهالي كسروان. ايش رأيك بجبران باسيل؟ ما بدي اكتب على التالي. شو رأيك فيه لجبران باسيل؟ ما بعرفه، ما بعرفه، ماني سامع فيه، ما بعرفه. شو كثير عم يعمل انجازات وعم خيي، ما بعرفه، انا ما بعرفه، ما بعرفه. تتمنى يضلوا بالوزاره ولا شو بتتمنى؟ ما بعرف شيء عنه، لا بعرفه، كيف بدي اقول له اتمنى؟ ما بعرفه. لازم يكون خادم للشعب، لازم العالم تمدح فيه، الشعب يمدح فيه، مش هو يمدح بحاله. اكيد اذا بشلون كلهم بيجيبوا فوج جديد بيكون كثير منيح. هالشباب يعني مش القدمه، يعني ما بتاخذني كله التجليد على العالم، تجليد تجليد، ساعة عملت هون عملت هون، ما حدا بخيمة ما عم يمشي. الكهرباء صار له 3 سنين قطع مقطوع بسببه. شو عملنا يعني؟ خلص بكفي. كل يوم عنده مشاريع عم يفتحها، شو رأيك؟ مشاريع عم يفتحها، لا تخلينا هلا نفتح على يروح يرحم موتاك. الوزير باسيل لم يكتفي برفع اليافطات التي تمدحه، إنما يعمل كما درجت عادته على تسخير مشاريع وزارة الطاقة لمصلحته ومصلحة تياره، من خلال رفع إعلانات موقعة من الوزارة تتحدث عن مصير الأموال التي ستتأتى في المستقبل من النفط. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا يفعل النائب ميشيل عون في احتفالات تدشين مشاريع ممولة من عرق المواطنين؟ وهل يأتي ذلك في إطار حملة انتخابية ممولة من وزارة الطاقة؟ من المفترض أن الوزير هو مسؤول يعمل في خدمة المواطنين، أما مع الوزير جبران باسيل الأمر مختلف، إذ أن باسيل يمنن الشعب الذي يدفع الضرائب ويعاني من صفقات الوزراء العونيين. من ساحة جوني، ربيع شنطف، تلفزيون المستقبل.